حاجه هنتكلم عليها هي التايب اوف بزنس انفورميشن سيستم. متقسمه عندنا لثمان انواع. اول نوع التي بي اس اللي هو ترانزاكشن بروسيسنج سيستم، ثاني نوع الام اي اس مانجمنت انفورميشن سيستم، ثالث نوع الدي اس اس ديسيجن سبورت سيستم، وهنا الاكزيكتيف سبورت سيستم. اربع انواع تانيين الانتربرايز سيستم، السبلاي تشين مانجمنت سيستم، والسي ار ام اللي هي الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت سيستم، واخر حاجه اللي هي النولج مانجمنت سيستم. طبعا المثلث دوت بيعبر عن اي شركه بيكون فيها ثلاث مستويات. اول مستوى الاوبريشنال، الميدل، السينيور. عندنا في التي بي اس بيأثر في الاوبريشنال، الام اي اس بيأثر في الميدل، وعندنا الدي اس اس بيأثر في السينيور والميدل، انما الدي اس اس اللي هو اخر نوع هيأثر في السينيور والمستوى العالي. وهنبدا بالتي بي اس. TPS هي Daily Routine Transactions عندنا بتنظم الـ Operational Managers. مين هم الـ Operational Managers دول؟ دول بي answer الـ Routine Questions. زي ايه Routine Questions؟ لو انا بشتغل في بنك او في هوسبيتالز وجا عميل سألني ايه اللي احتاجي دلوقتي في البنك، وصل لكام، او عندي الـ الكارد هاخد عليه interest قد ايه. TPS بتجمع ما بين الـ Internal Information والـ External Information. عندي الميجر انفورميشن هي بتشمل المعلومات كتير جدا. عندي تو تايبس اوف تي بي اس اللي هي الاونلاين بروسيسنج والباتش بروسيسنج. الاونلاين بروسيسنج دول بيجاوبوا على الترانزاكشن ايميديتلي، اما الباتش بروسيسنج دول بتبقى اكيوميتد بيجاوبوا على الانفورميشن في اخر الوقت خالص. اشرحها اللي هي الام اي اس. طب دي بتساعد الشركات ايه؟ بتساعد الشركات لو هي عايزه تاخد قرار او الادمنستريتف اكتيفيتي النشاطات اللي هي عايزه تعملها. طب هتساعدها في ايه؟ من ناحيه المستقبل، من ناحيه ان انا دلوقتي باخد الداتا من التي بي اس، التي بي اس دلوقتي انا باخد منها تقارير، التقارير دي هتنفعني في البرفورمانس بتاعتي في المستقبل. التقارير دي بتكون عايده على حاجتين، الباست والبريزنت، ودي هتنفعني في الفيوتشر ان شاء الله. دلوقتي انا ممكن اخد التقارير دي في ثلاث حاجات، ويكلي ومانثلي وانولي، وممكن ان انا اخدها في لو انا عايزها يومي ولو انا عايزها مثلا بالساعات ينفع. طب دلوقتي من اهم ميزاتها اللي هي دريلنج داون. يعني ايه دريلنج داون؟ يعني بتعمق في المعلومات، المعلومات عندي مفتوحه على اي حاجه انا عايزها. بس المشكله ان هي دلوقتي بتديني في الانترنال في الاورجنايزيشن بس. يعني ايه؟ يعني انا باخد عايز اجيب اي معلومه من دول بس هتكون جوه الشركه ما ينفعش من بره. واوحش حاجه فيها جرانات في الاكسل. يعني ايه؟ يعني مش مالي، لازم يعني اعزمني عشان اجيب معلومه. قرار جديد انا اول مره باخده في الشركه. القرار ده اللي بياخده الميدل والسينيور مانجمنت بياخدوه ليه؟ عشان بيبقى عندي مشكله اول مره بقابلها في الشركه، هي بتبقى يونيك ورابيدلي تشينجينج. المشكله دي بتبقى ان ستراكتشرد، يعني الان ستراكتشرد مش مبنيه على بوينتس معينه، عشان دي قرار انا اول مره باخده في الشركه، فدي مش بوينتس انا ماشيه عليها من قبل كده. عندي 3 كومبوننتس، الداتا بيز والميدل والموديل بيز واليوزر انترفيس. الادفانتج بتاعت الدي اس اس الانتراكتيف سيستم ان هو في تفاعل في السيستم ده، ان احنا بنتعامل مع بعض. يعني مثلا اللي جايب لي الانفورميشن دي لازم اتعامل معاه، يعني انا عايزه الانفورميشن بتعامل مع الشخص اللي هيجيب لي الانفورميشن دي. والديس ادفانتج ان هو نوت فريندلي، يعني الشخص اللي بره ما بيفهمش السيستم بتاعنا. التو تايبس موديل درايف، موديل درايف ان انا بجيب معلوماتي ستاركل قديمه عشان ابني عليها برضو القرار. الداتا دريفن ان انا بجيب معلومات كتير جدا اكستنسيف وهيوج اماونت اوف انفورميشن.